أطفال سوريا أمل الغد والبذرة يلي بتزرع بالأرض لينبت منها أجيال متعلمة واعية قادرة على التغيير، وهذا ما تسعى إليه دائما منظمة طلائع البعث منذ تأسيسها بكافة نشاطاتها ومسابقاتها المتتالية اللي عم تنظمها. أكيد نور، وانطلاقا من حرصها الدائم على رعاية المواهب الصغيرة وتنميتها، أقام فرع ريف دمشق بالتعاون مع مجموعة وطن شرف إخلاص ملتقى الشعراء الصغار. وكاميرا صباحنا غير طبعا تواجدت، ولكن بالبداية خلينا نحن نرحب بضيوفنا المتواجدين معنا بالاستوديو. السيدة سهى الأطرش مديرة العلاقات العامة بمجموعة وطن شرف إخلاص، والطفل أيهم عبيدو وهو من الأطفال المشاركين بمسابقة الشعر. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك، اهلين فيكم. يسعد صباحكم ويسعد صباح الجيش العربي السوري، وان شاء الله من نصر لنصر دائما، والرحمه لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. يسعد صباحكم. صباح الخير. بس عرفني اول شيء عن اسمك وقديش عمرك. اسمي ايهم عبيده من مجموعه وطن شرف اخلاص، وعمري 8 سنوات. ليش شاركت بملتقى الشعراء الصغار؟ مشان نوصل صوتي لكل العالم واثبت انه نحن اقوياء ونحن مجتهدين بالدراسه بالنشاط ومع القائد بشار من كامل المشوار. ما شاء الله، الله يحميك حبيبي. مدام سهى، خلينا نحكي شوي عن المسابقه اللي شاركتوا فيها، عدد الاطفال اللي كانوا مشاركين ودوركم بهي المسابقه. هلا نحن كمجموعه وطنيه تعودنا بشكل دائم بكل عيد بكل مناسبه وطنيه نقدم شيء، يعني نعبر عن محبتنا لهالوطن باعمال مختلفه. بهي السنه حبينا نترجم محبتنا وفرحتنا باعياد نيسان، ترجمنا اقوال القائد المؤسس رحمه الله السيد الرئيس حافظ الاسد لما قال العبوا غنوا مع الاطفال والعبوا معهم تعلموا منهم وعلموهم. فنحن حبينا انه ناخذ الاطفال، يعني يكون شريحه الاطفال هي عملنا بهي المناسبات بهي السنه تحديدا. فتعاوننا مع طبعا احد المدارس باحد تكريمات نحن بعمل سابق، التكريم للمتفوقين. اكتشفنا انه في بعض الاطفال في عندهم مواهب، هو كل طفل سوري اكيد في جواته موهبه بس بحاجه لمين ينميها ويدعمها ويسلط الضوء عليها. فاخذنا هي العدد، هذا العدد من الاطفال اشتغلنا عليهم طبعا مع كادر من المدرسين مشكورين جميع بدون ذكر اسماء، وقررنا انه نعمل هذا الحفل بمناسبه قلت لك اعياد نيسان. فكان هذا الحفل هو ملتقى الشعراء الصغار تحت مسمى مع القائد بشار من كمل المشوار. طيب بدنا نسمع شيء منك ايهم، شو بدك تسمعنا هلا؟ مبارحه شو شاركت بشو؟ قلنا الجرس. عفوا بس انا قبل ما يبلش ايهم بقصيده رن الجرس، انا حابه اتشكر الشاعر الاساسي للقصيده الشاعر الاخ والصديق ايهم الحوري اللي هو سمح لنا انه قصيدته تتردد. هي القصيده الشاعر ايهم كتبها اثناء سقوط القذائف على مدرسه عكرمه، فهي كتبها ووجهها لاطفال عكرمه، فنحن بنتشكره انه سمح لنا وسمح للاطفال يتداولوا القصيده. اكيد بدنا نوجه له تحيه كمان. نسمع منك شيء أيها؟ رن الجرس رن الجرس، كفنوا يا أولاد ومع بعضكن، قولوا نشيد الليلكي من صفكن، روحوا بصدار رمال كرمال أم ديانتها حكي، لا تتأخروا عبيوتكن الجداد، إيه لا تتأخروا عبيوت كل جداد، مطرح مع الله شاهد عالبكي، ورسموا الضحكات كن مرشوحة الأعياد، وهزوا حبالها بدمعة ملبكي، وشقوا مناهج عن تريط الضاد، دموا سبي وغزوا خيانه ومعركي، يا الله الوطن يا الله الوطن ما بتنصروا وقفة حداد، ولا قصيدة شعر جرحة ومدهدكي، بدي من كاسنا تشرب سعدانة القواد، يتمو سكالة وأرامل تشتكي، يما السقر يما السقر يحصد مملكة الجراد، يما كعبتي بالشام مش بالمملكة.
يسلم هالتم. يسلم هالتم. أيهم قديش قعدت تحفظها؟ كم مرة؟ مو كثير يعني عن جديد. عن جديد. أنت بشكل عام بتحب تحفظ شعر كل يوم؟ شو أكثر مثلا شعر هيك حافظه غير هذا الشعر؟ نقر الحمام. قلنا كمان كمان عفوا نقر الحمام للشاعر جمال المصري، كمان بنوجه له تحية وشكر كثير كبير من خلال محطتكم. أكيد. تفضل. نقر الحمام أصابعي ليقول إنه عارف هذه دمشق هذه دمشق وإنني في الشام جرح نازف علمي يرفرف في دمي من قال من قال إني خائف شجر وأمسك أرضه إصحى صلته قذائف يا شام إني ها هنا يا شام حبك جارف إن الحياة مواقف وأنا الجريح الواقف. الله الله. أكيد رح نتابع حديثنا معك سهى وأيهم، بس بدنا نروح مع كاميرا الإخبارية السورية اللي كانت متواجدة بالملتقى مع زميلتنا نرمين عمار ونتابع الأجواء ونرجع نتابع حديثنا. هي عبارة عن دعم نفسي حقيقي للأطفال. الطفل عندما يخرج ما في يخرج ما في نفسه، فعمليا نحن نكون دعمناه نفسيا. يستطيع أن يقول، يستطيع أن يعبر، يستطيع أن يرسم، يرسم ما يجول بداخله، يغني ما يريد، يعزف، يكتب. عمليا هو هنا يفرغ طاقة وبنفس الوقت يرى من يهتم به ومن يستمع له ومن يعطيه الأمل ومن يعطيه الحافز ومن يقدم له العون. أطفال سوريا ابتسامتهم الحلوة وسلاحهم هو الكلمة والأغنية، هدول هن الأطفال سوريا الحقيقيين اللي أساساً بيرفضوا الإرهاب بكل أساليبه. ونحن هدول قلت لك بدايتها أنه نحن رسائل عم نوجهها لكل العالم. هذا هو الطفل السوري اللي بيعبر عن مشاعره بكلمة وبأغنية. دربت أكثر من مرة وكل يوم على الشعر، وحبيت أظهر موهبتي قدام إنه الناس. يتمطمط الصبح يتمطمط الصبح ويعلن الحمام الحج إلى كل المآذن، حينما أقطف من جدران دمشق قبلة أشم فيها بصمات من مر قبلي في حارات التاريخ. ريشتي ثوب الحمام، ريشتي من شكلتني مثلما يا وحبيب صاح يكفينا ألم. لست أعمى لست أعمى كي عد الآن قلبي من ندم، فارحميني يا شآم. حط الحمام على فؤاده بعدما صلى الشهيد على الشهيد وسلم. حمل الحمام على الجناح ثيابه كي لا يكون ضريحه إلا السماء. صعد الشهادة لا ليقطف نجمة، قدر الرجولة أن يضيء الأنجمة. أرأيت أنك لو رفعت جفونه لرأيت وجهك في عيونه باسما. لم يبق ماء كي يتم وضوءه، أمت يداه الياسمين تيمما. أحلى الحمام حمامة صلت كما صلى الشهيد على الشهيد وسلم. يعني مثل ما تابعنا عدد كبير من الأطفال الموهوبين، وأكيد موهبة الشعر هي موهبة كتير مهم أنه الأطفال يدربوا عليها بسن صغير، لأنها هي بتنمي ثقافتهم بشكل عام وبتربطهم بوطنهم. قديش تقريبا استمرت فترة خلينا نقول تحضيراتكم مع الأطفال وعدد اللي شارك من المجموعة معكم بتدريب الأطفال؟ هلا بصراحة أخذ معنا وقت ما كتير كبير، ما كتير طويل وما كتير قصير. هلا لانه نحن الطفل السوري
بشكل عام قلت لك كل طفل في عنده موهبة، بس بحاجة لضوء يتسلط عليه، لتدريب، لتنمية هاي الموهبة. فالوقت كان ما كتير طويل وما كتير قصير، والطفل السوري يعني سبحان الله الطفل السوري الحقيقي دائما بتلاقيه عم يعبر عن الكلمة يعني عم يعبر عن كل شيء بالكلمة الصادقة بالمحبة، يعني في شيء بداخله تكتيكيا يعني بيطلع، يعني بدون تدريب كتير. يعني ما فيك تيجي تقولي للطفل حب بلدك، لا، لما بتجي انت بتكتشفي انه الطفل حافظ غنية للوطن، حافظ، انت بتتعبي على هذا الشيء لحتى تنميه، لحتى تطلع معه بشكل جيد. وانما اطفال سوريا الحقيقيون فهن فيك تقولي مدربين نوعا ما. يعني يمكن من خلال متابعتنا للمادة سلمى في مواهب فعلا لازم يتم دعمها، عم نتفاجئ يمكن نعم. اعمار صغيره لكن فعلا صح. في شعراء صغار. رح نرجع نسمع منك اهم شيء، حابب تسمعنا شيء كمان؟ يلا مقطع من شيبتي من يازمي. ارفعي كاس التمني واشربي يا شام مني، حين يمسي اللحن جرحا كيف لا يبكي المغني. فرقوني في مصوص لونها من غير لوني، ليس للقلب عيون غير إني لم أجد نصا قديما لم يخني. فارحميني يا شآم، فارحميني يا شآم، وارفع التاريخ عني. ريشتي ثوب الحمام، ريشتي من شكلتني، مثل ما يهوى حبيب صاح يكفينا ألم. لست أعمى، لست أعمى كي أعد الآن قلبي من ندم. فارحميني يا شآم، فارحميني يا شآم، وارفعي قلبي علم. يسلم هالفيلم. يعني مثل ما حكينا في كتير يمكن أعمال خلينا نقول هي كتير مهمة بهذا الوقت، منها تنمية الطفل وغيرها بشكل عام. خلينا نحكي أيضا شو المشاريع اللي بتشتغلوا عليها بمجموعة وطن شرف إخلاص. هلا مجموعة وطن شرف إخلاص هي مجموعة تشكلت من بداية الأزمة، مجموعة صبايا وشباب جمعتنا محبة الوطن بالبداية أكيد بالنهاية. كان لنا أعمال كثيرة، منها رعاية أسر الشهداء، زيارات طبعا بزيارات متكررة لهم، وأكيد نحن دائما كنا نروح نستمد القوة منهم، منقدم لهم نحن ناخذ منهم. كان في لنا وقفات مع إخواتنا المقاتلين على الخطوط الأولى من خلال تقديم وجبات أكل، وأكيد هن منهم بحاجة الوجبة اللي كنا ناخذها، وإنما هي كانت بس عبارة عن شكر لأي مقاتل سوري وتعبير إنه نحن أخواتك جايين نزورك، إنه في حدا مدني عم يقدر بحمى رب العالمين وبوجودك أنت وحمايتك عم يقدر يوصل لهون، فنحن ما لنا خايفين. كان في إلنا فعالية لمسة حنان بدار الأيتام كمان مع الأطفال، تكريم طلاب متفوقين. كان إلنا عمل من أحد أعمالنا كمان بزهرة المدائن للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لما كان عندهم مباريات بمصر ورفعوا العلم السوري بمصر كمان كنا اشتغلنا على تكريمهم وعملنا حفل معهم. عندنا حملة إذا تفيتوا بندفع، حملة تطوعية هي كانت بالشارع، حبينا من خلالها أنه خيرات المواطن بالمتطوع، فكانت حملة كمان كتير مهمة بالنسبة لنا. أعمالنا كتير اشتغلنا على كافة الشرائح، يعني مع كافة الشرائح، فأعمالنا موسعة ومتعددة. فهي بعض الأعمال اللي أنا عم بذكر لك إياها. كان في عنا قبل التدريب الكورال وهي القصة كمان عملنا فريق أشبال صغار لكرة القدم، وكان عندهم مباريات كمان موسعة. اشتغلنا من يومين كان في عيد العمال طبعا اللي هن مشكورين، ولولاهم كل عامل سوري وكل مواطن سوري هو دافع عن بلده بمكانه من خلال عمله، فالعمال نحن بنتشكرهم. بعيد العمال كان لهم تكريم من مجموعتنا بالافرام بالمخابز. هي اخر عمل عملناه، وبعدين منا ملتقى الشعراء الصغار.
سهى الأطرش مديرة العلاقات العامة بمجموعة وطن شرف أخلاص، نتشكرك على وجودك معنا، نتشكر الشاعر الصغير أيهم عبيدة، وشكرا لك. بنوجه تحيتنا كمان لكل الفرق التطوعية يمكن اللي منذ بداية الأزمة لليوم في نشاطات ومبادرات كتير كبيرة عم تقوم فيها على أرض الواقع. شكرا كتير لكم. شكرا لكم، شكرا لقناتكم، وشكرا لكل اللي شاركنا بالحفل. إذا نسيت أذكر حدا وتعب معنا، وشكرا لكل مجموعتي ولرئيسة المجموعة، الشكر الكبير لكم. أكيد، شكرا لك.